تبعي قناه سكولا طبلي، ان شاء الله نحاولوا اننا نديروا اكتيفيتي ديال الدرس ديالنا اللي هو الفوليوم. عندنا هنايا لاكتيفيتي نيميرو 1 اون كونسيديري لي سوليد، نعتبروا السوليد ديالنا اون بريسبكتيفمون كافاليي سي دو سو. اذا عندنا ثلاثه ديال لي سوليد اللي هما سوليد ا، سوليد بي، سوليد سي. وعندنا هنا كومبليتي لو طابلو سويفون، نومبر ديال لي زاري، نومبر ديال لي فاس، فورم دو لا باز، و نومبر ديال لي سومي. هنايا غادي السوليد كل واحد غادي نعرفو شنو معنيات اري، شنو معنيات فاس، شنو معنيات باز، وشنو معنيات سومي. تبعوا معايا باش فهموا مزيان، لان هادو هما الاسماء المهمين في هاد الدرس هذا. دونك غنجي الشكل الاول، ملي كنقول لي زاري، لي زاري هما هادو، هما هادو اللي غنعاود عليهم بالاحمر. اذا هاد القطعه هادي تتسمى اري، هاد القطعه هادي تتسمى اري، هاد القطعه تتسمى اري، يعني ديك القطعه اللي تتربط ليا بين جوج ديال الرؤوس تتسمى اري. صافي، كاع هادو اللي عاودت من فوقهم كلهم دي زاري. الا بغيت نحسبهم في سوليد ا شحال غنلقى من واحد، اذا غادي نلقى 12 واحد. الا حسبناهم غنلقاو 12. دونك هنايا غادي نجي غادي نقول في سوليد ا نومبر ديال لي زاري غادي ندير 12. نومبر ديال الفاس، الفاس هو هذا الوجه الاوجه، هذا الوجه الاول شفتوه. اذا هذا الوجه الاول تقابل الوجه الثاني اللي هو هذا الوجه الثاني ديالو. عاوتاني هذا اللي اون فاس ليا، هذا اللي تنشوف، هذا اللي اون فاس ليا ها هو اللي القدام، تقابلو هذاك اللي اللور بالاخضر، وغيبقى لينا اللي الفوق واللي لتحت. اذا اللي الفوق غنديرو هنايا بالازرق، هذا اللي الفوق تقابلو اللي لتحت. اذا شحال عندنا فاس؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. اذا عندنا ستة ديال لي فاس. لي فاس كاينين عندو في سوليد اق، عندو ستة ديال لي فاس. بالنسبة لي فورم دي باز، دابا غنمسح هادشي هذا. لي فورم دي باز عندو، ملي كنقول باز هي البلاصة اللي تيقعد عليها، أولا البلاصة اللي تيجلس عليها هاد الشكل هذا. صافي، هي لا باز. صافي، إذا لا باز ديالي الشكل ديالها كي داير، هادي هي لا باز. شحال من واحد غيقول ليا متوازي الأضلاع؟ لا، ماشي متوازي الأضلاع، هذا حنا في الهندسة الفضائية. هنا عندي زاوية قائمة وهنا عندي زاوية قائمة، هذا عبارة عن ماذا؟ متوازي المستطيلات. إذا القاعدة ديالو عبارة عن مستطيل، إذا فورم سوليد غادي نقول ريكتانجل. فوالا، هنايا نومبغ ديال لي سومي، نومبغ سومي هو العدد ديال الرؤوس ديالو. إذا شحال من راس عندو؟ عندو هذا الرأس ها، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذا شحال من راس؟ عندو ثمانية ديال الرؤوس. مزيان، غندوز دابا للشكل الثاني. شحال من راس عندو؟ إذا الرؤوس هما هادو، غنبداو بهم الأولين. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا عندو ستة ديال لي سومي. عندو فورم ديال لاباز ديالو، إذا لاباز عبارة عن مثلث قائم الزاوية، إذا غنقول تريونجل، تريونجل، ريكتانجل. إذا مثلث قائم الزاوية، مزيان. وبالنسبة لي زاغي قلنا هما، لي زاغي هما هادوك، هاد المستقيمات هادوك اللي تيربطو بين جوج ديال النقاط، اللي هو هادا، غادا تيتسمى أغي. إذا شحال من واحد كاين؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود. إذن كاينين تسعود ديال لي زاغي، نعاود نحسبهم. واحد، جوج، ثلاثة الفوق، ثلاثة لتحت هي ستة، وثلاثة ديال الجناب هي تسعود. إذن عندو تسعود، تسعود ديال لي زاغي. إذن لي زاغي عندو تسعود. وشحال عندهم لي فاس؟ إذن لي فاس عندو عندو واحد، عندو جوج ديال لي فاس، واحد فوق واحد لتحت تيتشابهو. وعندو هذا وهذا هي أربعة، وهذا خمسة ديال لي فاس. إذا عندو خمسة ديال لي فاس. غندوز للشكل سي. إذا قلنا الرؤوس بلا ما نحسبوهم مباشرة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذا عندو ثمانية ديال لي سومي. شحال من لي زاغي عندو؟ عندو هنايا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية،
تسعود عشرة حداش اتناش، إذن عندو تا هو اتناش ديال لي زاغي. لي فاس عندو هذا اللي قدامنا واللوراني جوج، هذا وهذا أربعة، هي ستة ديال لي فاس. والقاعدة اللي هي هذه القاعدة ديالو عبارة عن مدى شبه منحرف اللي تنقولو له فرونسي ترابيز. ترابيز عبارة عن ترابيز. مزيان. إذا هذا بالنسبة لاكتيفيتي نيميرو 1، غندوزو لاكتيفيتي نيميرو 2. إذا اللي مهم هما نكون كنعرف الأسماء ديال هاد الحجوم هادو، هذا متوازي المستطيلات، هذا بريزم، وهذا كذلك بريزم دروا، والرؤوس ديالو لي زاغي نكون كنعرفهم. إذا بالنسبة لاكتيفيتي نيميرو 2، أون كونسيديغي لي سوليد أون بيرسيبتيك. المهم عندنا هنا كونتابون، شنو تنسميو هاد لي سوليد؟ هادو شنو تنسميوهم؟ الاول تنسميوه باش تعقلوا عليه، الاول هذا تنسميوه بريزم، وهذا تنسميوه باراليبيبيد. باراليبيبيد متوازي المستطيلات. صافي، اذا هذا تيتسمى البريزم، وهذا متوازي المستطيلات ديالنا. هذا هادو هما الاسماء ديالو، وحنا غنقدو ناخذ بزاف ديال المعطيات. اذا هنايا البي سي هو لونغور ديالو، هو لارجور او لا لونغور. وعندنا الا او تيتسمى هو هذا هذا المستقيم، هذا هو بتي ال ديالو، والا او هو الاش ديالو. اذا هذا هو الارتفاع ديالو، ديما تيكون تكون زاوية قائمة. هنايا الارتفاع تيكون زاوية قائمة، إذن هو الإغ أو هو الارتفاع، أو الإس بي هو الارتفاع، أو الكام هو الارتفاع. إذن هذا هو الأش. وهنايا راه المثلث، راه عندنا هدايا لي ديمونسيون ديال المثلث، الأضلاع ديال المثلث اللي هو أربعة وثلاثة، هادو راه الأضلاع ديال هاد المثلث هذا. تخي بيان. اذا بالنسبه ليكزيستنس نيميرو 2 راه ما عطاوناش هذا الشكل، ولكن عطاونا غير هذا الشكل وقالوا لنا نكملوا. اذا غوكوبي كومبليتي لي باترون، هادو تيتسموا باترون ديال الاشكال ديال لي سوليد. صافي، اذا بالنسبه للسوليد نيميرو 1 عطاونا هاد الباترون كملوا. ردوا لي البال، هنايا عندي مستطيل هذا اللي بالازرق اللي هو هذا، ها هو انا نرسموه ندوزوه بالازرق باش تبانوا. اذا المستطيل هو هذا. صافي، اذا من درنا الباترون بحال اللي غادي نشرو، هو نشر ديال هاد هاد لو بريزم هو المستطيل. عندنا هاد الضلع هذا صغيور، هو هذا اللي هنا، وهذا الضلع الثاني فين غادي يكون؟ غادي يكون هنا. صافي، اذا الضلع الثاني غادي يكون هنايا، باش هذا ملي غنجمعو غيطلع الفوق، وهذا غيجي لاصق على هاد على هاد الحرف هذا، حيت هما دايرين لنا مخالفين ماشي قد قد. صافي، اذا حتى هنايا غادي يكون هاد المثلث نفس القاعده، المثلث اللي هو هذا تيكون نفسه اللي هو لتحت. اذا نفسه غادي نعاود نديرو هنايا قبل نفس لي ديمونسيون، بحال هكا بحال هكا، ويكون هنا زاويه قائمه، ويكون الضلع تيشبه لهاد الضلع، وهاد الضلع نفس التقاطع ديال الضلع. صافي مزيان. هنايا غادي يكون كروه بحال هكا، حيت هذا قياس ديال هاد الطول، هذا قدو قياس هاد الطول. هذا تيتسمى باترون، باترون تيتسمى باترون. عقلوا عليه مزيان لانه مهم في هاد الدرس هذا. نشوف الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني اللي هو عباره عن متوازي المستطيلات، تلاحظ عندي هنا ثلاثه ديال الاشكال. عندي الشكل الاول اللي هو القاعده اللي هو هذا الوسطاني، يعني منه جوج. وعندي الشكل هذا اللي اون فاس ليا اللي هو هذا فيجن، يعني حتى هو عندي جوج، هذا وهذاك اللي مليه، وهذا من هنا. اذا نزيد واحد اخر صغير بالاحمر، ها هو، باش نكمل الشكل ديالنا. ولكن خصنا عاوتاني قاعده، اذا هذا الاحمر هذا خصنا قاعده اخرى، هاد الدرب بالازرق. اذا قاعده اخرى غنديروها بالازرق، غادي نتبعوها على هذا. اذا ازرق بحال هكا، اذا هذا
هاد القطعه قد هاد القطعه، باش هادي ملي نطويوها غتجي لفوق وتلصق مع هذا وغتعطينا الشكل باراليلوغرام. عقلوا على هاد الباترون، هذا هو الباترون ديال الباراليل بيبي. تري بيان، اذا حتى لهنا تسالات الصفحه ديالنا، موعدنا في صفحه اخرى ان شاء الله. كان معكم بروفيشن من قناه سكولا طوب. ما تنساش تبارطاجي فيديو مع الاصدقاء ديالك، اذا كنتي اول مره كتشاهد قناه ديرنا واحد لايك وواحد جيم تحفيزي. شكرا.